قررت الحكومة الألمانية تمديد مهام جيشها في العراق لتسعة أشهر إضافية مع وقف المهمات العسكرية ضد داعش في سوريا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبش ترايت بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء وافق على تمديد مهمة الجيش بالعراق حتى 31 من تشرين الأول 2022، وأضاف أن الجيش الألماني سيواصل دعم التحالف الدولي في محاربة داعش والمشاركة في المراقبة الجوية وفي توفير التدريب لقوات الأمن العراقية.